اتفضل. دكتورة ريهام اللي اتصلت بيا دلوقتي ايوه في عامل نفسي ايوه هو اللي بيضطرها ان هي تقول انا مش عايزه جوزي، مش عايزه اكمل مع هذا الانسان، ايوه يعني بالاسباب اللي هي قالتها على الهواء. ايوه العامل النفسي هنا عند الزوجه مش ممكن يكون برضو موجود عند الرجل؟ طبعا اكيد، بس دايما الراجل بايده القرار، لكن الست عمر ما كان في ايدها القرار. اللي حصل، انا عايزه ليا ما هو تعقيب بقى على في ايه ده مساله خلاص. الخلع. انا ليا تعقيب حضرتك. اتفضل. الست زمان قبل ما تتعلم او يكون لها وظيفه كانت مجبره على التعايش مع راجل ممكن تكون بتكرهه، ممكن تكون متضايقه من حياته، ممكن تكون عندها اسباب كتير جدا للطلاق، لكن بسبب لقمه العيش وبسبب السكن بسبب ان ملهاش مصدر رزق وان الام والاب ماتوا وملهاش شقه وملهاش مكان كانت بتجبر. مش معنى استمرار الحياه انها ناجحه، ده كان بيحصل كتير جدا. النهارده الست بقى عندها استقلال مادي، تقدر تعيش بدون الزوج اللي معذبها ومضايقها. الست عاده من طبيعه المراه ما بتجريش ورا الطلاق الا فيما نادر، يعني نادر جدا لما ست تحب تتطلق دلع كده ومن غير سبب. الست لما بتتطلق بتبقى تحت ضغط نفسي شديد جدا. فقانون الخلع ده في الاسلام، سيدنا محمد قال الست جايه بتقول له لا اخذ عليه خلق او دين ولكن لا اطيقه بغضا، فقال لها اداكي ايه مهر؟ قالت الحديقه، ردي عليه حديقته وخلاص. وادخل الخلع اتفعل، وده ما هوش وحش، لان في ستات بتعاني معاناه شديده والراجل بيرفض الطلاق بسبب الاذلال وبسبب النفقه والمؤخر والحاجات دي، فلما بتخلعه من الحاجات دي خلاص بيطلق. وما شفناش يعني ستات، يعني انا بخبرتي في شغلنا بقالي زمان دكتور طب نفسي وعلاقات زوجيه، ما شفتش حد ابدا بيروح عاوز يطلق كده بس فسحه يعني، او يعني خلع يعني بالفسحه وبالكلام ده، بالعكس. لكن الست تحت وطاه المشاكل والتعذيب والتسلط وممكن الضرب والإهمال بتعمل. طيب انا معايا ايمن على ده ما التليفون. هوش سيء يعني. استاذ ايمن صباح الخير يا فندم، اتفضل حضرتك. ايمن بعد اذنك وطي التلفزيون عندك في البيت بعد اذنك سريعا ارجوك. ايمن. ايوه فندم، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيكم. كنت احب اتكلم في موضوع الطلاق والجواز بحكم تجربه سابقه. نعم. هو السبب الاساسي في زياده من وجهه نظري عدد الطلاق وعدد القضايا وعدد زياده نسبه الطلاق. نعم. ممكن يكون زي ما الاستاذ سامي قال، بعض التشريعات اللي ظهرت حديثا والقوانين اللي ظهرت حديثا في الفتره الاخيره. بالإضافة إلى غياب الوعي عند الزوج والزوجة وقلة الخبرة. إلى إيه يا فندم؟ قلة الخبرة عند الاثنين. أستاذ أيمن. الخبرة والتوعية عند الاثنين. معاك. الزوج والزوجة ده السبب الثاني أو المكمل، ولكن الأساسي هو إن الطلاق بقى سهل. وبعدين سيادة الدكتورة كانت بتقول إن صاحب القرار الراجل. طبعا. الكلام ده أنا أعتقد إن هو كان من 20 سنة فاتت، لكن دلوقتي صاحب القرار مش الراجل. مهما كانت الأزمة في كده، لأن الست بمجرد إن هي تخش باب المحكمة وتقول أنا عايز أتطلق، في خلال 13 شهر أو 14 شهر على أكثر بتكون متطلقة واخدة حقوقها، مؤخرها كله، نفقاتها كلها، واخدة الأبناء، واخدة المسكن، والراجل ما بياخدش أي حاجة. أستاذ أيمن، أنت عندك تجربة شخصية في هذا الموضوع؟ طبعًا. الراجل ما بيبقاش في إيده إن هو يرفع أي قضايا أو يهاجم طليقته بأي شيء غير هي قضية واحدة أو دعوة واحدة اللي ممكن يرفعها الرؤية. ولما بيرفع قضية الرؤية بيشوف ابنه كل أسبوع ساعتين، ده الحكم اللي هو أساسي بياخده. يعني القضية دي بياخدها كسبان كسبان. في خلال 6 شهور أو 7 أشهر بيبقى معاه حكم إن هو ممكن يشوف أبنائه في الأسبوع ساعتين. استاذ ايمن، انت واقع في نفس المشكله دي، انك انت بتشوف ولادك في اليوم في الاسبوع مرتين ولا بقالي 3 اشهر ما شفتش ابني، او في خلال، عشان ما اظلمش الناس برضه، في خلال ال3 اشهر دول شفت ابني مرتين او 3، المره لا يتعدى مدتها ساعتين. يعني في خلال 3 اشهر شفت ابني ممكن نقول 6 ساعات او 10 ساعات. ليه؟ لان ممكن قوي ان هي ما تجيبش الولد. نعم. لو جابته لو ما جابتوش اكتر من 3 مرات، القانون بيقول كده، لو ما جاش اكتر من 3 مرات ترفع دعوه وترفع عنها الحضانه، ترفع دعوه في سنه وتاخد بيها حكم درجه اولى،
وبعد كده هي تستأنفها في سنة تانية، بعد سنتين يروح تروح الحضانة لمامتها اللي هي عايشة معاها في نفس البيت. نعم. يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا خدنا الطفل من شيلنا حضانة الطفل من امه، وبعديها بسنتين تانيين تروح هي رافعة دعوة ان هي عايزة ترجع الحضانة، وانا متأسف. وممكن تجيب لك شهادات مرضية وتجيب لك اصل الواد كان بيذاكر والواد كان تعبان وغصب عني بعد سنتين. انا واحد استاذ ايمن بقالي في المحاكم 5 سنين، مراتي رفع عليا ما لا يقل عن 8 قواضي، 8 قواضي في خلال ال5 سنين دول. انا رفعت عليها كم قضية؟ هم قضيتين طاعة، وطبعا بتخسر بنسبة 99.9 الزوج بيخسرها قضية الطاعة، وقضية الرؤية بنسبة 100% بتاخدها. بس ايه اللي بتستفيد بيه؟ لازم يبقى فيه حل للقانون ده، ده قانون مش صحيح. استاذ ايمن التباطؤ اللي في المحاكم، وان القضاة دلوقتي عاملين اضرابات او القضاة بيأجلوا القواضي كلها، يا عم دي مصالح ناس، اتق الله. انا بقول لهم اتقوا الله، دي مصالح ناس. شكرا ايمن على اتصالك، وشكرا جزيلا، شرفت بيكوا، شكرا، ونتمنى الخير للناس. اتفضل. امين، شكرا جزيلا. سيادة المحامي، واضح انه واحد بقاله في خلال ال3 أشهر قعد مع ولاده 6 ساعات. لا، انا اعرف ناس بقى قعدوا سنين، قعدوا 4 سنين ما يشوفوش بنتهم. ده حقيقة، يعني اعرفهم عن قرب بسبب عندي، بسبب قوانين، بسبب 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 غير معروف. تمام. الحل ايه؟ قانونا، قانونا كده المفروض ان يبقى فيه تشريع ينظم موضوع الرؤية والاستضافة، ويعمل عقوبات يعني راضعة للي يمتنع ان هو يوري حق الحاضن في انه يشوف المحضون بتاعه. دي لازم تتفعل، ولازم يطلع لها قانون وتشريع. لان احنا شغالين بتشريع شغال من سنة 29، تخيل يا استاذ اشرف، من سنة 29، قانون 25 لسنة 20، المعدل بالقانون 100 لسنة 85، والقانون 25 لسنة 29. وعملوا عليه تعديلات، التعديلات للأسف الشديد اللي يعني هو كان أيامية مثلا نسبة الطلاق حوالي 2.5 كانش في طلاق السنة، هما 2 هما 2 بس شخصين. هو الاستمرار حضرتك، أنا دلوقتي من سنة بقالي حوالي 22 سنة محامي. تمام. كنت لما أروح محكمة زنانيري كانت القاهرة بالكامل ما بيبقاش فيها 40 قضية، الكلام ده إمتى؟ سنة 90 91 و92. النهاردة بروح محكمة مثلا على سبيل المثال زي مدينة نصر، بيبقى القاضي شغال كل يوم، بيجيبوا 6 دوائر، يعني كل دايرة فيها 3 قضاة، 18 قاضي عشان من السبت للخميس علشان يعالج القضايا بتاعت مدينة نصر لوحدها، والرول عنده بيوصل ل200 قضية، وفي نفس الوقت برضه ما بيلحقش عليها، فبيضطر ان هو يبقى فيه احكام. نعم. بتعمل خلل برضه في الأسر. دكتورة، نفسيا ازاي ام او اب عنده ولاده ومتطلقين يحرم الام او يحرم الاب من ان هو ولاده يشوفوها لمدة 4 سنين؟ علشان الاتنين لما بيتطلقوا بيتحولوا لأعداء، والمسألة مش ممكن تنفع بقانون زي الأستاذ ما قال. لا، تفعيل قانون، انا ما قلتش قانون، القانون موجود بس تفعيل قانون. الاعلام يعمل يعني برامج مكثفة، يا ناس ده بتضر الطفل، انتوا الاتنين مش مضارين مهما حصل، قضايا الضحية هو الطفل. ما ينفعش. لازم قصدك ايه الاعلام؟ معلش، الاعلام يقول يا ناس ما تبقوش اعداء، لازم تبقوا على اتصال لمصلحة الطفل في مدرسته، في سلوكه، في حياته. الاطفال اولاد المطلقين ما تصارش حضرتك بيجرى لهم ايه؟ طفل بيسرق، ممكن يسرق مش عشان هو حرامي، عشان هو تعبان ومتضايق ومكتئب، بيقول يا ناس انا تعبان، شكوى، فبيسرق. ممكن سلوك يبقى عدواني، ممكن يبقى في مشاكل، ممكن يتخلف دراسيا، كل ده بسبب مشاكل الطلاق. احنا ربنا خلقنا محتاجين لام واب، لما الاثنين دول ينفصلوا في ضحيه في الوسط، لازم يبقوا على اتصال. انا اعرف ان في ناس عندها طلاق متحضر، بيبقوا على اتصال ببعض في مشاكل الاطفال، في مدارسهم، في سلوكهم. لازم ده في ضحيه في الوسط، لازم هم يفهموا ده هيجي ليه ازاي. لازم توعيه، التوعيه احسن وسيله هي التلفزيون، الاعلام، لان الناس بتسيب نفسها. 95% 96% من المصريين بيقضوا حياتهم على التلفزيون، اقوى وسيله. نعم. لتعليم الناس الحكايه. نعم. دي يا ناس ما تبقوش اعداء، خليكم انتوا ناس عشتوا مع بعض على المره والمره، على الله يرحمه خليل شلبي بيقول انا عشت مع مراتي على المره والمره. عشتوا مع المره والمره، مع الحلوه والمره، مع اي حاجه، وبينكم اطفال، اعملوا لمصلحه هؤلاء الاطفال.
ده اللي يتعمل، لا تفعيل قانون ولا إجبار ولا حاجة أبدا. أنا أعرف ناس بيقضي الطفل كل ويك إند أو كل نهاية أسبوع عند أبوه خميس وجمعة وبيرجع، ما يحقنوش الأطفال، ما يكرهوش في الطرف الثاني، ما يخليهمش يبتزوهم بالفلوس بالهدايا والبتاع عشان يبقوا ضد التاني سواء الأم أو الأب. كل دي حاجات سيئة جدا 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 بتحصل للطفل، بتطلع طفل مشوه نفسيا. ياريت الإعلام يقول، وأنا بقول هوت ولكل القنوات الأرضية والفضائية، يا ناس اعملوا توعية للمطلقين أو المخلوعين بأن هم ياخدوا بالهم من أولادهم. أستاذ سامي، معظم الأواضي اللي بيجي لك الخاصة بالخلع بيبقى سببها إيه؟ سببها سببها ان الزوجه عايزه تتطلق. ايوه سببها ايه؟ يعني ايه المشكله اللي ممكن يكون؟ هي عمليه نسبيه والله، يعني ما فيش سبب واحد، لكن احنا بصفه عامه هنتكلم على ان الخلل الاجتماعي دوت جاي من ناحيه ان في عدم توافق بين الزوج والزوجه، اختلاف طباع، ودايما بيبقى في المرحله الاولانيه من الجواز. طب واختلاف الطباع ده ما كانش موجود مثلا من 20 سنه 30 سنه؟ كان موجود، في اختلاف موجود طول عمرنا يعني. بس كان في عادات وتقاليد تحترم، كان في عرف يحترم، كان في اهل فيه مرجع، لكن حاليا للاسف الشديد كل واحد في متاهه. الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والاعباء العائليه بدات تخلي كل واحد في حاجه. الزوج ملوش دعوه بالزوجه، الزوجه ملهاش دعوه بالزوج، قاعده يدوب مع الولد بيبقى مثلا بتربيه له في البيت، وهو بره في الشغل بيجمع فلوس وانتهينا. واغلبهم اللي بيسافر بره وبيبقى قاعد لسنوات كتيره جدا بره وما يعرفش حاجه عن اولاده هنا، كل اللي بيعمله ان هو بيبعت فلوس وخلاص. لو وصلنا برده للقضايا هتلاقي نفس الحكايه، يعني الزوجه في البيت بتبقى زوجه ومش زوجه، ولما بتتطلق الاب برضو يفضل ينفق. نعم. والزوجه هي اللي قاعده تاخد منه فلوس بالمحكمه. وممكن تاخد برضو القاضي ما يقدرش كويس من ناحيه النفقات، وتيجي طبعا على الزوج. وطبعا بالنسبه له هو بيبقى ارهاق مادي ملوش حل، لا عارف يشوف زوجه غيرها ولا عارف يربي اولاد تانيين ولا عارف برضو ان هو يبقى فيه بينه وبين ولاده ألفه. نعم. المحضون هنا مضرور، المحضون مضرور، ده حق للمحضون وليس للاب والام، احنا بنتكلم في المحضون. دكتورة، اخر جملة بعد اذن سيادتك، لان وقت البرنامج اساسا مش الفقرة خلص. الاستاذ تعقيب بس على كلام حضرتك، الاستاذ عبدالله الباجع المستشار قال ما بيدفعش نفقة للطفل غير بمحكمة، ما بيرضاش وبيديله 100 جنيه في الشهر في هذا الزمن. لا لا لا، حضرتك اللي بتقوله. لا لا، ده بيقدم اوراق وحاجات. عندي قضايا كده، ما هياش مقياس لكل القضايا. انا برضه لا انحاز للرجل على الست او العكس، احنا بنتكلم ان دي عمليه نسبيه بيطلق فيها التقدير للقاضي. نعم. اللي بيبقى قدامه ملف الاسره بالكامل ويقدر ان هو يتصرف على مقتضى، فالمفروض ان القاضي يراعي كويس حتى لو القضايا يبقى فيها بطء في الفصل فيها. دكتورة فاطمة الشناوي، خبير العلاقات الزوجية والأسرية والطب النفسي، والأستاذ سامي عبد الواحد المحامي، شكرا جزيلا لحضراتكم ونورتونا فن. شكرا جزيلا فن. شكرا. يا جماعة، اتنين اتجوزوا أهلا وسهلا، حابين تكملوا أهلا وسهلا، عايزين تتطلقوا برضو أهلا وسهلا، لكن في الأول وفي الآخر الجيل الجديد لازم يتربى كويس، حتى لو اتطلقتوا أو كملتوا في الجواز الجيل الجديد لازم يتربى كويس وخصوصا نفسيا. نشوفكم بكرة ونهاركم سعيد.